بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة النهاردة تعتبر تكملة للجزء السابق عن الـ Identification Keys الخاصة بالعائلات التابعة للـ Orders اللي احنا خدنا Identification Keys عشان نفرق ما بينهم. النهاردة هندخل في Order Geraniales. Order Geraniales بيحتوي على أكتر من فاميلي، بنفرق ما بين الفاميليز وبعضها بإن في فاميلي واحدة الفلاورز ممكن تكون يوني سيكشوال، ودي تبقى فاميلي اسمها أيوفوربيس. لكن لو الفلاورز باي سيكشوال بنشوف احتمالاتها إيه. هنلاقي في احتمال إن السيبلز يكون عليها غدد، سيبلز جلاندد، تبقى فاميلي مالبيجيسي. لكن لو السيبلز ما عليهاش الجلاندز ديت الغدد دي، يبقى في احتمال من اتنين: يا اما الستايل سنجل، يعني الستايل ملتحم مع بعضه قرابل عديده وستايل واحد بس، او يكون الستايل متفرع كذا ستايل طالعين من قمه الاوفري. في حاله السنجل ستايلز بنبص على الاستجما، قد تكون متفرعة هي كمان زي الستايل الفري كده، أو تكون سيمبل واحدة بس. لو كانت الاستيجما فري ببص على الاستيمنز، لو كان عددها 8 يبقى فاميلي بروبايوليسي، لو كانت غير ذلك تبقى فاميلي جيرانيسي. في حالة الاستيجما السيمبل ليها احتمالين: ممكن نلاقي تحت الأوفري في غدة اسمها غدد الرحيقية نكتر جلاندز، لو موجودة تبقى فاميلي روتيسي، مش موجودة تبقى فاميلي زايجوفيليسي. نرجع ورا سنة ونطلع خطوة فوق على الستايل فري اللي هي دبل سي، نبص على الأوراق، لو كانت الأوراق سيمبل تبقى فاميلي لينيسي، ولو كانت الأوراق كومباوند تبقى فاميلي أوكزاليديسي. يبقى احنا كده فرقنا ما بين الفاميليز الخاصة بأوردر جيرانياليس. لو احنا شفنا الفاميليز بتاعت سابنداليس هنلاقي فيها تو فاميليز، انا كاردييسي اند سابنديسي. الفرق ما بينهم في عدد الستيمنز، انا كاردييسي 10 وواحد بس هو الفانكشنال، هو الفرتايل يعني، لكن السابنديسي 5 زائد 5 فرتايل. ممكن نشوف الفروت دروب او بيري في الاناكاردييسي اللي هي عائله المانجا، دروب او بيري بعض الازهار الثمار للعيله بتكون بيري مش دروب زي المانجا، او تكون الفروت كابسول في حاله السابنديسي. يبقى نعلم بالفروت احسن، دروب او بيري في الاناكاردييسي وكابسول في حاله السابنديسي. اوردر مالفاليس نقدر نفرق ما بين الفاميليز بتاعته عن طريق الاندروجينوفور اللي احنا خدناه قبل كده، الحامل الطلع متاعي، حاجه كده بتبقى شايله الاندروسيوم والجينوسيوم في مستوى اعلى من الريسبتكل التخت الزهري، بدل ما يكونوا راسين على التخت الزهري على طول، لا بيبقى في جزء كده شايلهم لمستوى اعلى شويه. والله لو الاندروجينوفور ده موجود تبقى فاميلي اسمها ستيركيوليسي، لو الاندروجينوفور مش موجود تبقى في احتمال من اتنين: بي ودبل بي. الستيمنز لو عديده تبقى تيليسي بس تكون فري، لكن لو كانت ملتحمه تبقى في احتمالين: الالتحام دوت لو مجموعه ثدائيه وحيده اسمها مونا ديلفاس تبقى فاميلي مالفيسي، او تكون مجموعات عديده بولي أديلفاس تبقى بومبا كيسي. بحاول طبعا اختار كلمه واحده تفرق ما بين التو فاميليز وبعضه. يبقى الاندروجينوفور لو كان بريزنت ستيركيوليسي، ابسنت تبقى الباقي، ستيمنز فري تبقى تليسي، يونايتد تبقى الاثنين التانيين، مونوديلفاس مجموعه ثدائيه واحده تبقى مالفيسي، مجموعات ثدائيه عديده تبقى بومبا كيسي. اوردر ميرتي فلوري احتمالين:
يا اما الفلاورز تكون بريجينس محيطيه، يعني الاوفري سيمي سوبيريور او سيمي انفيريور، شبه علوي او شبه سفلي، او تكون الفلاور ايبيجينس يبقى الاوفري انفيريور. الزهره الايبيجينس الزهره العلويه بيكون الاوفري فيها انفيريور. في حاله الزهره المحيطيه بريجينس يعني الاوفري بين البنين، لا هو علوي ولا سفلي. لو البتلات موجوده تبقى فاميلي لايثريسي، لو البتلات غائبه تبقى فاميلي ثايميليسي. في حاله الاوفري الانفيريور يعني الفلاور ايبيجينس فيها احتمالين، السيبلز لو كانت ملونه بلون تاني غير الاخضر يبقى فاميلي اوناجريسي، ولو كانت لونها اخضر السيبلات بنبص على البلاسنتيشن. لو البلاسنتيشن بارايتال تبقى بونيكيسي عائله الرمان، لو البلاسنتيشن اكزايل تبقى ميرتيسي عائله الكمثرى. فاميلي اللي تندرج تحت اوردر كونتورتي هناخد منهم ثلاثه. لو كانت الفلاورز فيها حاجه اسمها كورونا، كورونا دي زوائد بتليه، الكورونا بريزنت تبقى ابو ساينيسي، اللي هي الزهره اللي احنا خدناها المعمل اللي فات وكان فيها زهره لونها روز وكان فيها شعر على البتلات، وحد سالني هي دي الستيمنز قلت له لا ده دي زوائد بتليه، لازم نفتح الكورولا تيوب عشان نشوف الازديه. الزوائد البتليه دي لو كانت موجوده تبقى فاميلي ابو ساينيسي، لو كانت الكورونا غائبه بنشوف الستيمنز، لو اتنين تبقى فاميلي اولييسي بتاعت الزيتون، ولو كانت اربعه تبقى فاميلي لوجانيسي. اوردر تيوبي فلوري الفاميليز اللي فيها اما تكون الستيمنز فيها خمسه اي بي بيتلس ستيمنز او تكون اتنين او اربعه الاي والدبل اي. في حالة إن الستيمنز خمسة بنشوف لو كان فيها ستامينود، يعني في ستيمن من الخمسة دول سترايل مفهوش أنثر مفهوش بولين جرينز يبقى فاميلي بيجنونيسي على طول. لكن لو الخمسة فرتايل الخمسة خصبين فيهم أنثر وبولين جرينز بنبص على شكل الإنفلورسنس. لو الإنفلورسنس من نوع البوراجويد إنفلورسنس يعني شكل النورة بوراجينية بيقولوا كده عليها بالعربي، زي الصورة التانية اللي فوق دي الفلاورز عاملة كأنها زي القوقع كده بتتقوقع حوالين نفسها كده بتلف حوالين نفسها، تبقى البوراجويد انفلورسنس ديت بتميز فاميلي اسمها بوراجينيسي، يعني سمينا نوع النورة باسم الفاميلي. لكن لو البوراجويد انفلورسنس دي مش موجوده احتمال من اتنين، يا اما الفيلمنتس تكون هيري، الفيلمنتس اللي هي خيوط الاستيمنس يكون عليها شعر يبقى فاميلي كونفول فيوليسي، او ما يكونش كده يبقى ليها احتمالين، حاله ان الفيلمنتس ما عليهاش شعيرات يبقى في احتمالين اي ودبل اي، يا اما الليف بيز اسيمتريك يعني القاعدة بتاعت نصل الورقة مش متساوية، الجانبين مختلفين عن بعض، مش الورقة بتاعت الدايكوت بيبقى فيها عرق وسطي عاملة زي الريشة، النص اليمين المفروض يماثل النص اللي في اليسار، والمدرب العنق الوسطي العرق الوسطي بينصف الورقة. في حالة السولانيسي بنلاقي القاعدة دي مكان التقاء نصفي النصل بتاع الورقة مش في نقطة واحدة، نلاقي واحد فوق واحد تحت كده في اختلاف، النصين بتوع الورقة مش سيمتريك مش زي بعض يبقى فاميلي سولانيسي. لكن لو زي بعض الليف بيس سيمتريك يبقى فاميلي بوليمونيسي. ده بالنسبة للخمسة فاميليز اللي فيهم خمسة ستيمنز تيوب فلوري. طيب في خمسة فاميليز تانيين الستيمنز فيهم مش خمسة، اتنين أو أربعة. ببص على البلاسنتيشن، لو بارايتال صفة البلاسنتيشن البارايتال اتكررت النهاردة أو على مستوى المحاضرتين اللي فاتوا بتاعت النهاردة ثلاث مرات. دور لي على البلاسنتيشن بارايتال في كام فاميلي
دي علامة مهمة، علامة حلوة. لو حفظت الثلاثة فاميليز بتوع البلاسنتيشن بارايتال يبقى أي سؤال فيها تقدر تجاوب عليه. لو البلاسنتيشن بارايتال تبقى أوروبان كيسي، لو البلاسنتيشن أكزايل بشوف شكل الستايل عامل إزاي. لو الستايل جاي من قاعدة المبيض، من قاعدة الجاينيسيوم، من البيز بتاعت الجاينيسيوم، يبقى اسمه جاينو بيزك الفاميلي لابيتي. عشان كده زمان لما خدنا اجزاء الزهره ركزت على الستايل وقلت لكم يا جماعه الستايل ممكن يطلع من قمه الاوفري يبقى تيرمينال، او من قاعده الاوفري يبقى اسمه جاينو بيزك، بيز اوف جاينيسيوم، جاينو بيزك. لو جاينو بيزك ستايل تبقى علامه مهمه جدا لعيله اسمها لابيتي، العائله الشفويه. لكن لو كانت الستايل ديت تيرمينال، طالع الستايل ده من قمه الاوفري، ببص على الكورولا تيوب، مش ساعات البتلات لما بتلتحم بتبقى عامله انبوبه بتليه طويله اللي احنا بنفتحها بسن القلم كده عشان نشوف جواها الاستيمنز، هي دي اسمها الكورولا تيوب. والله لو كانت كيرفد معوجه تبقى فاميلي فيربينيسي، لكن لو كانت ستريت حاجه من اتنين. ابص على البلاسنتيشن، لو منتفخه زي الطماطم تبقى سكروفيولاريسي. لما بتيجي نمسك الطماطمايه ونقطعها نصين بنلاقي فيه كتله لحميه في النص كده والبذور الصفراء على الحواف، الكتله اللحميه ديت هي دي البلاسنتيشن المتشحمه سوولن منتفخه. لكن لو البلاسنتيشن نوت سوولن تبقى فاميلي اكانثيسي. يبقى كده احنا فرقنا ما بين كل الفاميليز بتاعت اوردر الاوردرز اللي تندرج تحت الدايكوتيليدوني. محاضرة النهاردة سريعة بس مش سهلة لأن المعلومات اللي في الكيز بتبقى كتيرة، بالرغم من إن طريقة عرض الكي بتكون منظمة ومختصرة. عشان كده أنا اتبعت طريقة التفرقة ما بين الأوردرز والفاميليز باستخدام الأيدنتيفيكيشن كيز، حاجة رائعة لو أنت استوعبتها وأنتوا ابتديتوا تستوعبوا الكيهات كويس الحمد لله. هقفل التسجيل ونتناقش في المحاضرة مرة تانية عن طريق الأسئلة اللي انتوا تسألوا او انا اللي هسأل واحد واحد فيه. شكرا.